بدنا نخلط شوي من سمنة المراعي مع شوية زيت، ورح أخلطها بشوية زيت عشان ما تحترق معاي. رح أنزل البهارات الصحيحة التالية: عود قرفة، كريل فلفل الحار المجفف بزاكي، ورق غار، اليانسون الصيني، هال حبة كاملة، وهذا أهم إشي الكمون الحب. بدي اياهم يتحمصوا دقيقة بالمواد الدهنية اللي عندي. احنا غاسلين رز بسمتي ومصفينه وجاهز ينطبخ، ورح اعمل كمية بسيطة، رح اعمل كوبين. هلا رح احمصهم زي ما قلنا على النار، خلينا نرفع الحرارة شوي. رح ننزل عليها الرز البسمتي يتحمص معاها. هذا بس منقوع؟ بس منقوع، يعني لا مغسول شوي. مغسول منقوع. ايش قصدك؟ فأنا هلأ رح أحركه مع البهارات الصحيحة، ورح أحط تقريباً كوب وربع من المي لكل كوب من الرز البسمتي. برضو أنا مش كتير بحب السوائل فيه، ما بحبه يكون مخبص. هلأ بعد ما يستوي الرز تماماً، أنا كاتبة إنه في كزبرة خضراء. الكزبرة الخضراء أو أي أعشاب عادة أنتم عم بتزيدوها للأرز ما بتعرضوها للمي وللفلفلة، يعني ما بتدخل بمرحلة الفلفلة. بعد ما يستوي تماماً تفتحوا عليه وبتحطوا الكزبرة الخضراء. رح أفرجيكم بالضبط كيف وصلنا لهون تباعاً. ها رح أضيف المي زي ما قلنا، أنا لكل كوب بحط كوب وربع. هاي كوب وربع، وهي الثاني وربع. منحرك كتير منيح، منخلي أول غلوة. ما بدنا ننسى إنه إحنا ما حطينا ملح، فرح أنزل عليهم الملح. أنا هون أضفت الكزبرة تحت الهواء صراحة، بس هي بهاي المرحلة بعد ما يتفلفل تماماً بنحط عليه الكزبرة الخضراء عشان تضلها فريش وتعطي هيك نكهة كتير مميزة بالأكل الهندي. هاي البهارات الصحيحة كلها، وشوفي الرز كل حبة بحبتها، يعني كيف جد عيار المي كمان صح. شايفة كيف؟ فإن شاء الله بعد الهواء بيكون هذا نضج، بفرجيكم آخر إشي إيش رح نعمل.